طريقة الربح من مباريات كرة القدم بدون مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة على قناة بريزما للمعلوميات، والتي من خلالها سوف نتطرق إلى طريقة للاستفادة من مباريات كرة القدم، سواء بوضع ملخصات للمباريات وكذلك أهداف هذه المباريات بقنواتكم على اليوتيوب الخاصة بالربح من اليوتيوب بطبيعة الحال. فالعديد من الشباب يعانون من مشاكل في القنوات الخاصة بهم انطلاقا من نشر فيديوهات يعني ذات حقوق البين سبور وكذلك بعض الشركات الأخرى المالكة لحقوق الطبع والنشر أو الملكية الفكرية بهذا المفهوم. فانطلاقا من حلقة اليوم ستقول وداعا لهذا المشكل، ولكن ليس بنسبة نهائية، لأن لا يكذب عليك شخص في اليوتيوب ذو محتوى تقني يقول لك أنه ستنتهي من مشكل حقوق الطبع والنشر بصفة نهائية. هذا لا يوجد أخي الكريم، لأنك لا تضمن يعني بعض الأمور التي من خلالها يتم اكتشاف أنه الفيديو بها حقوق الطبع والنشر وما إلى ذلك من هذه الأمور. لكي لا أطيل عليك أنتقل معك إلى الشرح بالفيديو، ولكن لا تنسى النقل على لايك، ولا تنسى سبسكرايب إن كنت أول مرة تتابعنا، وتفعيل خاصية الجرس، ولا تنسى تعليق محفز في الأسفل. أترككم مع هذا الفصل القصير، ثم أعود معك مجددا في الديسكتوب عبر برنامج كامتازي ستوديو للشرح بالفيديو. فرجة ممتعة ومفيدة إن شاء الله. مرحبا بك مجددا اخي الكريم. اولا يجب ان تعلم شيئين مهمين، يعني طريقتين احترافيتين يستعملهما يعني الاشخاص الذين يشتغلون بذكاء وجدية في اليوتيوب عبر استثمار الفيديوهات، سواء من ناحية يعني ملخص المباريات او الاهداف كما سلف في بداية ذكر الحلقة. فبالنسبة للطريقة الاولى هو انه يقوم بتصوير يعني الفيديو انطلاقا من برنامج فيلسي، او كذلك انطلاقا من برامج التصوير كامتازيا و يعني فاستون كابتر بطبيعة الحال، او كذلك الطريقة الثانية هو انه يقوم باطلاق الفيديو ويصوره من شاشة التلفاز كما فعل هذا الشخص. هذا طريقة ذكية جدا، ولاحظوا المشاهدات ناجحة بطبيعة الحال، ناجحة 100%، حتى انه اخفى يعني شعار يعني قناة ناقلة للمباراة، رغم انه التعليق باللغة الاجنبية، وكما تلاحظون فلم يحدث به اي شيء في الفيديو. يعني الاشخاص الاذكياء دائما يشتغلون بهذه الطريقه، يعني اما يصور الفيديو انطلاقا من الاي بي تي في عبر برنامج في اس سي، وهي طريقه سهله جدا عبر يعني تشغيل ملف الاي بي تي في، ثم الذهاب الى هذا الخيار، ثم تفعيل خيار ادفانسد كنترولز، ثم بعد ذلك ستظهر لك هذا الخيار الذي كما تلاحظه هنا في الشاشه، تقوم بالنقر عليه ويبدا التسجيل. اذا اردت رؤيه الفيديو يكون ما عليك سوى بالنقر على هذا الخيار، ثم بلاي ليست، ثم مباشره تاتي الى ماي كمبيوتر، ثم مي فيديو، وتجد الفيديو الخاص بك مسجل هنا، او تذهب مباشره الى اورديناتور، ثم مباشره الى فيديو، ثم تجد الفيديو مسجل هنا كما تلاحظه اخي الكريم. اذا الفيديو المسجل في في ال سي بطبيعه الحال كما سلف الذكر. او الطريقه الثانيه كما قلت انه تطلق الفيديو في شاشة التلفاز الخاص بك أو شاشة الكمبيوتر، ثم تأخذ الهاتف الخاص بك أو الكاميرا، ثم تصور الفيديو، ويحب أن تصور بكاميرا جيدة لكي يظهر الفيديو جيد الزوار، لأن حتى الكاليتي تلعب دور كبير جدا في ازدهار الفيديو وإعجابه من طرف الزوار، لأن اللايكات والديزلايكات والتعاليق هم من كذلك أساسيات يعني ازدهار الفيديو على اليوتيوب. كما قلنا يمكننا الاشتغال بطريقتين، ولكن يعني الطريقة الاحترافية هو يعني اذا لم تتوفر على تلفاز او كنت فقط تشاهد الفيديوهات، يمكنك تحميل فيديو او تسجيله من خلال برنامج في اس سي، لانه حتى الشخص الذي يريد ان يبلغ يجب ان يكون نفس الفيديو، يجب ان يعني مثلا هذا الفيديو به هذه اللقطه تظهر في الثانيه 4، عندما ساريد يعني ستاخذ نفس الفيديو تقوم بتحميله وعمله وابلود في القناه الخاص بك، ماذا سافعل انا شخصيا؟ نفترض انك انت هو الذي اخذت الفيديو الخاص بي، وهذا هو الفيديو الخاص بك وهذه هي قناته، ساقوم بالنقر على هذا الخيار، ثم اقوم بالابلاغ على الفيديو الخاص بك، ثم اقول لهم انه محتوى يعني يعني انك اخذت المحتوى الخاص بي بطبيعه الحال. لا اعلم اين محتوى غير معروف فيه او محتوى محتوى ينتهك حقوقي، ثم تقوم بتحديد الخيار الذي هو انتهاك حقوق الطبع والنشر، ثم بعد ذلك تقوم ب يعني ارسال. عندما يعني يتم الانتهاء من هذه الخيارات يعني يقول لك حدد لي الوقت،
تحدد له الوقت من الى من مثلا 0 الى 5.23 دقيقه. ثم بعد ذلك يتاكد يعني اليوتيوب انه فعلا هو نفس الفيديو لانه نفس طريقه التصوير نفس الفيديو نفس الحركات. يعني عندما يتاكد من خلال الثواني يجد مثلا ان هذه الايقونه قد ظهرت في نفس الفيديو، وبالتالي كلها على عوامل تساعد اليوتيوب على انه يقوم بحظر الفيديو الخاص بك بعدما قام بتحميله شخص من قبلك، لا رغم انه لا يتوفر على حقوق الفيديو، لا رغم انه ليس بين سبور او اي شركه اخرى. وهذا ما يقع فيه العديد من الاشخاص، يقول لك هذه الشركه قامت بتبليغ عليه او هذا الشخص الذي يتوفر فقط على مثلا محمد @gmail.com قام بالتبليغ عليه رغم انه ليس البين سبور، ولا يعلم انه قد قام سابقا برفع الفيديو على قناته الخاصه به، وقام قمت انت شخصيا باخذه مباشره دون التعديل عليه. لذلك انصحك عندما تقوم بتحميل الفيديو، فمثلا هذا هو الفيديو، نقوم بسحبه الى برامج المونتاج. دائما اشتغلي على المونتاج كما تلاحظ هذا الشخص قام باخفاء لوجو يعني يمكنك عمل زوم فقط، يعني المونتاج زوم فقط فهو كافي جدا، يمكن فقط اخذ يعني لقطات هكذا حتى ان قامت بالتبليغ عليه لن يربح اي شيء من 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 الريال بهذا المفهوم. يعني تقوم بعمل زوم او كذلك ادخال بعض اللمسات من خلال يعني اخفاء اللوجو ووضع هذا الشيء، او كذلك يمكنك ارفاق لوجو خاص بك من خلال الضغط على هذا الخيار ثم امبورت الميديا، ثم بعد ذلك تقوم باختيار لوجو خاص بك كما تلاحظون. يمكنني انا ارفاق لوجو بريزما مثلا ثم اضعه يعني فوق يعني هذا الخيار بالنقر هنا، ثم بعد ذلك اقوم بعمل صغير للوجو مثلا بهذا الشكل. دائما عليك يعني التعديل على الفيديو، اخفاء لوجو البين سبور، وعمل زوم في بعض اللقطات، ادخال بعض اللمسات من خلال مثلا لمسه بهذا الشكل تقوم بادخالها هنا، تكون مطوله تكتب فيها اضغط على لايك للمزيد من الفيديوهات، تقوم بادخال بعض الامور الاخرى في المونتاج مثل الصور وما الى ذلك، وتقوم بتقطيع الفيديو من الوسط بهذا الشكل مثلا ستريمي ثم بهذا الشكل حتى لا يظهر انه نفس الفيديو بنفس التوقيت بطبيعة الحال بعد التأكد من شركة اليوتيوب. اذا كان هذا كل ما في الامر، طريقتين مهمتين، تصوير من خلال الشاشة واخفاء اللوجو في الاعلى، او كذلك تحميل الفيديو واعادة التعديل عليه ببرامج المونتاج من خلال هذه الطرق كلها، وكذلك الصوت حبذا دائما يعني حذف صوت معلق عربي وارفقه بصوت معلق اجنبي لكي لا تواجه مشاكل. كلها عوامل تساعد هذا الفيديو بالنجاح، وكذلك تحدي مشاكل حقوق الطبع والنشر. اذا اعجبك الفيديو اخي الكريم لا تنسى النقر على لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه ان كنت جديدا في القناه، ولا تنسى تفعيل خاصيه الجرس وزياره موقعنا الالكتروني prisma.com. القاكم ان شاء الله في موعد اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.